استاذن حضرتك عشان بس كابتن سيد عبد الحفيظ معانا مره ثانيه على التليفون، مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد يا رب تكون سمعنا المره دي، صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا نوال، ده سامع كويس سامعني. اهلا بيك وكل التوفيق يا رب. انا عارفه ان خلاص الطياره قربت كمان كلها كام ساعه، يعني عايزين كده نطمن وعايزين نعرف من حضرتك الاستعدادات للعيبه البدنيه والنفسيه، يعني طمنا يا كابتن سيد. تحياتي ليك الاول وتحياتي لكريم واستاذ بوسي كمان، وان شاء الله الرحمن احنا مسافرين كمان اربع ساعات ان شاء الله الرحمن باذن الله، يبقى رحله موفقه ونقدر ان شاء الله الرحمن نرجع نتيجه تعدي على مباراه العوده ان شاء الله. كل العناصر اللي موجوده او متاحه في الوقت الحالي هتبقى موجوده معانا، حتى كهرباء هيبقى موجود معانا ان شاء الله الرحمن يعني. جميل. الشناوي وايمن اشرف الحمد لله، الحمد لله الامور كويسه جدا الى حد كبير جدا كويسه، يمكن باستثناء الكهرباء اللي هنشوف حاله هناك، لكن الحمد لله الشناوي وايمن اشرف موجودين معانا. رائع جدا، طمنتنا والله يا كابتن سيد، لان كان في برضو الناس مقلقه من بعض الغيابات وبالذات الشناوي، فده خبر كويس جدا. لا الحمد لله طبعا هو وخلع. على فكره الشناوي وايمن كانوا موجودين حتى من قبل مباراه بيراميدز بيوم، كان الشناوي كان موجود مع الفرقه الجمعيه، ايمن اشرف كمان كان موجود، لكن موسيماني فضل ان هو يريح ايمن اشرف، قال لك يعني بلاش اي ريسك ولو حتى 1% يعني، خصوصا ان البوزيشن ده تحديدا يعني احنا عندنا فيه كميه اصابات وعدد كبير من الاصابات يعني. صحيح. كابتن سيد، يعني غياب هذا اللقب عن النادي الاهلي لمده 7 سنوات، مش ده في حد ذاته ممكن يبقى حافز قوي جدا عند كل اللعيبه ان هم يروحوا يعني يعملوا اقصى ما يمكن عمله للحصول على هذا اللقب؟ بص يعني هي دايما في المباراه بتبقى انت بتبقى اللي بتتحاسب عليه هو الحاجات السمات اللي عندك، يعني مباراه بيراميدز في الحقيقه كانت من اعلى المباريات على مستوى الاداء والروح. يمكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى موجود معاك في بعض الاوقات وممكن ما يبقاش موجود في بعض الاوقات، ده وضع طبيعي في حال كره القدم يعني، لكن الواحد بيتحاسب عليه هي حته الروح. الروح كانت جميله جدا في مباراه بيراميدز، بتعكس هويه وشخصيه النادي الاهلي، ده مهم جدا. كذلك المباريات الافريقيه وخصوصا المباريات الخارجيه اللي بتبقى خارج الملعب، يعني انت بتعبر عن شخصيتك، بتعبر عن هويتك، بتعبر عن قدراتك وامكانياتك، ويبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. احنا عارفين كويس احنا رايحين طبعا عايزين ايه، عايزين نتيجه تساعدنا على مباراه العوده. غياب اللقب يعني ممكن يبقى دافع، لكن في نفس الوقت حتى لو انت واخد اللقب السنه اللي فاتت يعني دايما برضه بتشتغل على شخصيه الاهلي واسم النادي الاهلي يعني. ان شاء الله باذن الله انا واثق جدا في قدرات اللعيبه، واثق جدا في شخصياتهم ان شاء الله. كل اللي اتمناه ان يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا فيه، كل اللي اتمناه يبقى كل العناصر اللي موجوده في المباراه سواء كانت احنا او الامور التحكيميه تبقى بشكل كويس، الحمد لله باذن الله نرجع بنتيجه تساعدنا على مباراه العوده باذن الله. يعني الامور مبشره كابتن سيد كمان، لان كنا لسه بنتكلم مع استاذ محمد برضو في قصه هنا، يعني مش هيكون في حضرتك سامعني كابتن سيد؟ سامعك. فكره هنا برضو عدم وجود جمهور مغربي ربما لها تاثير برضو على نفسيه اللعيبه، احنا بنحاول نشوف كده النقاط اللي تكون لصالحنا يعني، ففكره برضو هنا ان الفريق عندنا كان مرتاح نفسيا الى حد ما، لان احنا حسمنا هذا اللقب لقب الدوري من فتره، ربما كان في ضغط من قبل الوداد والرجاء لغايه اخر فتره، يعني الدوري لم يحسم عندهم غير مؤخرا، فربما ده كان عندهم برضو او سبب ليهم بعض الضغط الى حد كبير، فدي اعتقد نقاط لصالحنا برضو الى حد ما. بص على المستوى النتائج يمكن احنا الحمد لله حسمنا اللقب وكل شيء، لكن كمان على مستوى الاحداث والظروف كانت الامور متشابهه الى حد كبير، يعني هم عندهم برضو يعني غيابات. صحيح. في نفس المركز اللي انت بتعاني منه ولو مركز المساك، يعني عندهم بعض الغيابات فيه. عندهم ناس كانت في القائمه وخرجت برضو نفس الظروف اللي عندك يعني. حته حسم الدوري يمكن الاهلي تحديدا يعني حتى لو حسب الدوري بيبقى طالب ان هو يكسب كل مباراه، وده يمكن بان جدا حتى في المباريات الثلاثه الاربعه اللي فاتوا، يعني يمكن بتلعب بارتياحيه شويه اللي هي حته الضغط على على المنافسه نفسها، لكن اسم النادي بيخليك تلعب حتى لو مباراه وديه بتبقى عايز تكسبها. فخلينا صفحه الدوري الحمد لله انتهت بحصولنا على اللقب، يبقى الصفحه الثانيه والاهم لنا ولجماهيرنا ومجلس ادارتنا وكل الناس اللي في المنظومه الرياضيه الاهلاويه كلها، يعني اللي هي بطوله افريقيا. ان شاء الله الرحمن نخش المباراه مفيش توتر ولا عصبيه ولا تنسانه، يعني هي مباراه كره قدم برضو هنعبر فيها عن نفسنا، هنلعبها بشكل يعني زي ما يشوف المدير الفني موسيماني على الشكل التنظيمي الفني يعني، لكن مهم جدا ان احنا نخش المباراه
ب 11 ونطلع ب 11 ما يبقاش فيها اي لا قدر الله اي في نقص عددي يعني. ان شاء الله باذن الله نبقى جوانا متحمسين جدا جدا جدا، لكن يعني تعبيرات وسطين وحاجاتنا تبقى فيها هدوء وفيها عدم صربعه او فيها عدم توتر او تنحنح. رائع جدا، كل التوفيق وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله منصورين. كابتن سيد عبد الحفيظ اشكرك يا فندم، شكرا لك.